مرحبا بكم متتبعي البطولة الجزائرية الدرجة الأولى. إذن أبرز حديث هو من سيفوز في البطولة في حال إلغائها أو إيقافها. هل ستقام بطولة مسخرة لتحديد البطل أم سيعود أم ستعود البطولة لشباب الوزداد وكذلك السقوط؟ هل ستكون بطولة مسخرة أم الترتيب الحالي هو الذي سيحدد الساقطين والبطل؟ إذن في حال إلغاء البطولة وتحديد البطل حسب الترتيب الحالي سيكون شباب الوزداد هو الفائز بالبطولة وفريق شباب القبائل وفاق سطيف معنيين بدوري أبطال إفريقيا. أما عن الساقطين ربما ستحدد البطولة المسخرة تحديد من سيسقط إلى الدرجة الثانية. في الآخر مستودع مؤشرك وشكرا.